طيب انا معرفش الدواء ده عمل فيا ايه بصراحه، بجد ده غريب. بصوا انا عمري في حياتي ما هاجي اقول لكم خدوا دواء كذا وانتوا عيانين او تعبانين، الدكتور هو اللي بيقول كده مش انا. ولكن انا كنت عيانه جدا وكنت في الساحل، او انا لسه في الساحل يعني، وبجد حاسه ان انا الايام هتضيع عليا وانا عيانه وعندي برد ومناخيري وبعطس وكده. ففي واحده قريبتي قالت لي ان هي بتاخد دواء حلو قوي، وانا يعني قريبتي وعارفاها فخلاص واثقه فيها، جبت الدواء ده. وبعدين لقيت مصر كلها بتكتب لي على الدواء ده ان هو حلو قوي وسحر. ده اسمه ديكانست سي ار، هكتب لكم اسمه برضو بالظبط. ده سحر يا جماعه. انا في يومين خفيت، وانا البرد بيقعد معايا اسبوع او اسبوعين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله فعلا. فده اسالوا دكتوركم عليه، لو حد عيان عنده برد، حساسيه في مناخيره، بيعطس، الكلام ده اسالوا الدكتور. ولو بجد هو يعني لو اتقال لكم تمام، ده احلى حاجه ممكن تجربوها. انا معرفش الاختراع ده ازاي، انا ما كنتش عارفاه قبل كده. وبعدين مش غالي، هو ب 40 جنيه تقريبا، او ب 40 جنيه، او 20، ايوه هو ب 42 جنيه بالظبط. فبصراحه ده تحفه.